أكشن. يا أختي عجمالك، ملكة جمال العشوائيات والله. الحقيني يا وليا، ده أنا عياه، ده أنا بموت. لا لا، ما تتكلمش كده عن روحك يا حاج. ودي يا بيت، ما تشوف الحاج عايز إيه جايك القيف. الحاج هيفضل كده لآخر المسلسل، عشان كده سيبيني أظبط نفسي عشان الأسطورة جاي في السكة. سلام عليكم. الأم ده جه. ده بيومي. بيومي، إيه اللي جابك وسطينا بعد كل اللي عملته؟ أنت إيه يا بيومي؟ ما شفتش مصايب؟ ده أنا حرميت للكلاب وقطعت حتت حتت. وأقول الكيلو بكام؟ 29 حلقة يا ظالم، وأنت بتظلم فينا جايك القيف. أنا عايز البت فرح وهتجوزها بالحلال، وإن كان في حد فيكم اعترض يوريني حاله. تتجوزني؟ ده أنت مش عارف إن أنا مخطوبة للأسطورة؟ يصحش كده؟ ملك واقف في الساحة لوحدك، انت وصحابك عليا بصين، انا جمهوري واقف في ظهري نمبر ون، وانتو عارفين نمبر ون. العمدة جه. انت بتضحك ليه يا واد يا بيومي؟ يا اختي يا حلاوتك. يا واد يا سيسار، ما كنت انا قتلتك وسجنتك، انت عشت ازاي؟ ما تقلق معه، ده انا بخاف عليه. بابا ايه يا ابني؟ انت يا ابني مش كنت اصلع؟ طلع لك شعر ازاي؟ ماما ايه يا ابني؟ يا سيجار اسمع يا واد، انا حيزقك، تعال يا رب. استنى شوية. عايز ايه؟ استنى شوية. فين؟ استوب. الله، هو ده الفن، هي دي الدراما. الدنيا زي المرجحة، يوم تحت يوم عايشة ومرتاحة، في ناس مش يا غالي عايشة ومرتاحة، في ناس مش يا غالي لا تمرجح فيها من تحت. ايوه